والتقرير ده حلو ولطيف ومهم في إطار التحضير لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر COP27. نظم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً مؤتمراً تحت عنوان التحول نحو نمو ومناخ مستدام. تضمن هذا المؤتمر أول دورة وفاعلية توعوية وتدريبية للسيدات المهنيات والقياديات بشأن التغيرات المناخية. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل الكلام وفاصل كمان بعد التقرير. يعني حاجة مهمة جدا، احنا مش بس النهاردة بنوقع بروتوكول التعاون لكن احنا بنبدأ أول فعالية بنطلقها رسميا، اللي هي نوع من يعني ندوة تثقيفية وتوعوية فيما يتعلق بالكوب 27 وإيه الموضوع التغيرات المناخية وما بعد الكوب 27، لأن الموضوع ما بينتهيش. احنا مصر بتستمر يعني هي الرئيس لحد ما نسلم لكوب 28 لدولة الإمارات العربية إن شاء الله العام القادم. فعندنا فعاليات كثيرة جدا جدا ومتفائلين جدا إن شاء الله بالبداية النهاردة، وتبقى بداية لسلسلة إن شاء الله من الفعاليات الفترة القادمة بإذن الله. الحقيقة احنا عندنا كذا تراك بنشتغل عليه، احنا عندنا تراكات خاصة بتنظيم مجموعة من الفعاليات في المؤتمر كوب 27 سواء مع شركات محلية أو بنوك مصرية أو بنوك أجنبية أو مؤسسات تمويلية دولية، فده تراك لشغلنا. والتراك التاني اللي احنا بنشتغل عليه تحضيرا للمؤتمر هو زي ما انت قلت كده تأهيل مجموعة من السيدات المصريات ذوات الخبرة والفاعلية في المجتمع المصري على حضور المؤتمر وتمثيل مصر بشكل أو بآخر. لسه احنا بنتكلم دلوقتي في الجزء التمهيدي النهاردة انه المرأة بالذات لها جزء خاص في كوب، كيفية تعويض المرأة عن الخسائر اللي هي بتتعرض لها نتيجة للتغيرات المناخية اللي بتحصل، وده أعتقد أنه هيكون تشابتر من التشابترز اللي هيتم مناقشتها في مؤتمر المناخ اللي هتستضيفه الدولة المصرية الشهر الجاي إن شاء الله. أهمية طبعا المؤتمر ده إن احنا لما خدنا الدعوة كمنتدى الخمسين سيدة، إن أول حاجة تعرف على إيه اللي هيحصل في الكوب 27، وطبعا البروتوكول اللي اتمضى عشان يخلي السيدات مثلا هي دور السيدات في نشر التوعية، في أخذ كورسات، في توعية الناس، يعني لسه كل ده طبعا هيتم مناقشته في الديتيلد سيشنز هيبقى أكتر. يعني توب 50 وومن مهتم جدا أن المرأة يبقى ليها دور فعال في التحول للاقتصاد الأخضر وتوجه جميع البنوك. كل ما زادت الاهتمام بالبيئة والحفاظ على البيئة والتوعية، كل ما زاد الاهتمام بالاستدامة ومفهوم الاستدامة. فأنا سعيدة بوجودي النهاردة في منتدى الخمسين مرأة الأكثر فاعلية، وأتمنى أن احنا يكون لنا دور أكتر وتواجد أكتر وفعال للملف ده. البروتوكولات اللي توقعت النهاردة الحقيقة بتبين شراكة مهمة جدا بين معهد التخطيط القومي، ده بيمثل جزء من مؤسسة الدولة، وبعدين يعني جهة زي التوب 50 اللي هي تعتبر شراكة خاصة أو يعني ممكن تندرج تحت الNGOs أو المجتمع المدني اللي بنحاول ندرب فيه السيدات ونرتقي بكثير من قدراتهم.